لما ريال مدريد ضغط على برشلونة في الأول، برشلونة ما عرفش يطلع بالهجمة مع التلاتة دول. بعد كده رجع لهم الاثنين دول، برضو برشلونة ما عرفش يطلع بالهجمة، فرجع لهم ليونيل ميسي. وأول ما شفت ليونيل ميسي على الدايرة عرفت إن ده بقى الشكل الحقيقي الأرض الملعب في سانتياغو برنابيو. اهلا بيكم في حلقه جديده من صبوره في الجول، واللي هنتكلم فيها عن ازاي زين الدين زيدان قدر يعمل وان سايد جيم على برشلونه ما شفتوش من الكلاسيكو اللي فات. اللي حصل في ارض الملعب كان مبدئيا ان برشلونه ما عندوش لويس سواريز، وبالتالي ما فيش عمق لهجوم برشلونه، وبالتالي ما فيش حد يضايق راموس وفاران في خط الدفاع، واي لاعب بيحاول يتحرك بين خطوط ريال مدريد علشان يوصل لمنطقه فاران وراموس كانت النتيجة انه بيجي بوشه، فبيبقى سهل على ثنائي الدفاع انه يتعامل معاه. اللي حصل كمان في ارض الملعب، ودي كانت واحدة من اهم النقاط، كانت كازميرو. في حاجة كده بالنسبة للاعب الارتكاز لما بيبقى مطلوب منه انه يعمل رقابة مان تو مان اسمها سكانينج، بيفضل عينه على اللاعب اللي هو مطالب انه يراقبه في كل حتة في الملعب، واول ما بيشوف كازميرو ليونيل ميسي ابتدى يتحرك بتلاقي كازميرو رقبته اتعوجت وابتدى يبص على ليونيل ميسي، واول ما بيحس ان ميسي هينطلق علشان ياخد اي باص من جريزمان او من ارتورو فيدال مباشره بينقض عليه وبيحاول يقطع منه كوره، فبيبقى منظر دفاع ريال مدريد كده. النقطه الثانيه ان برشلونه ما عندوش جناحين، وبالتالي المنفذ الوحيد ليه للخروج بالهجمات عن طريق الجناحين هو انه يدعم خوردي البا ناحيه الشمال، نيلسون سميدو ناحيه اليمين. فينيسيوس كان بيلعب على نيلسون سميدو، فنيلسون سميدو ما كانش بيزيد، يبقى احنا بنتكلم على ان الناحيه دي هي المتنفس الوحيد لبرشلونه عن طريق الجناحين. اللي حصل بقى ان فالفيردي لعب مباراه عمره، اللي حصل ان فالفيردي كان نازل هنا بيلعب دور الباك اليمين كل ما خوردي ألبا يزيد، فلما كان فرانكي دي يونج او ارتور بتبقى الكوره مع واحد منهم في رجله وعايز يبتدي يلعب الباص اللي المفترض ياخده خوردي ألبا في المساحه اللي دايما ريال مدريد كان بيعاني فيها، اللي دايما برشلونه كان بيضربنا منها، كان بيلاقي فالفيردي واقف هنا، فالباص بيتقفل، فاللعب بيقوم مقلوب الناحيه الثانيه، واول ما اللعب يتقلب الناحيه الثانيه بتلاقي فالفيردي، وهو ده سر عظمه اللعيب ده، انه عنده النفس والسرعه والقوه اللي تخليه يرتد من المنطقه دي للمنطقه دي عشان يضغط على فرانكي دي يونج ويمنعه من الوصول للكوره ويمنعه من استلام الكوره باريحيه. فبرشلونه ما بقاش عارف يعمل الباسنج جيم بتاعه، لان ما عندوش عمق في الهجوم، لان كازميرو ماسك ليونيل ميسي، لان زي ما قلنا الراجل ده فالفيردي قافل على خوردي ألبا. فبقى برشلونه ما عندوش لا جناح يمين شغال ولا جناح شمال شغال ولا عمق في الهجوم، فكانت مشكله كبيره جدا. على الناحيه الثانيه بقى ريال مدريد كان بيهاجم ازاي؟ كان بيهاجم بطريقه فيها ذكاء كبير جدا. اللي كان بيحصل ان فينيسيوس جونيور، وليه فينيسيوس جونيور لعيب مهم؟ لانه اللعيب الوحيد اللي من ريال مدريد اللي يقدر ياخد الكوره من المنطقه دي للمنطقه دي بسرعه وهو بيجري. اسكو بقى بطيء، لوكا مودريتش بقى بطيء، ما بقاش فيه عند ريال مدريد كريم بنزيما طبعا بطيء، فاحنا بنتكلم ان ما بقاش فيه عند ريال مدريد بعد اصابه ايدن هازارد لعيب قادر ان هو يجري بالكوره غير فينيسيوس ورودريجو، وبالتالي فينيسيوس كان هو اللي مختار للمباراه دي وكان بيلعب على ناحيه الشمال. اللي كان بيحصل بقى ان اسكو كان بيروح له ناحيه الشمال، مارسيلو بيزيد ناحيه الشمال، ريال مدريد رجع يعمل المدرسه بتاعت الاوفرلود، ان انا العب بكل خطوطي وكل اوراقي في جبهه واحده فاقلل خساره الكوره بالنسبه لي. فاللي حاصل ان ده اسكو وده مارسيلو وده فينيسيوس وده كريم بنزيما، فالخيارات كتير لريال مدريد. مهما برشلونه حط لعيبه على المنطقه دي وحاول يقفلها بارتورو فيدال على سبيل المثال زي ما كان بيحصل، كان ريال مدريد بيلاقي اللعيبه الكافيه في وجود اسكو علشان يعمل خيارات تمرير ذكيه، تبقى الكوره هنا مع مارسيلو فيبقى يا قدامه فينيسيوس يا قدامه اسكو، الاثنين اتقفلوا توني كروس يسيب مكانه ويقوم عامل الزياده، فاول ما توني كروس يبقى هو اللي بين الخطوط وريال مدريد يكون مطمن ان توني كروس مامن المنطقه دي، هتلاقي اسكو ساب مكانه وراح يدعم الناحيه دي اللي فيها فالفيردي بيزيد واللي فيها داني كارباخال من وقت للتاني كان بيزيد علشان يمنع خوردي ألبا كمان من انه يتقدم. ده الشكل الهجومي اللي اعتمد عليه ريال مدريد في ارض الملعب، واللي من خلاله قدر يعمل باسنج جيم ممتازة قدر يطلع بيها برشلونة من المباراة في الشوط الأول. برشلونة برغم ده هدد ريال مدريد في الشوط الأول، ليه؟ لسببين. السبب الأولاني كان لأن من وقت للتاني ليونيل ميسي ساحر،
لان من وقت للتاني ليونيل ميسي هيوصل للكوره قبل كازميرو، لان من وقت للتاني كازميرو مش هيقدر يغطي على المنطقه بتاعته اللي فيها انطون جريزمان وفي نفس الوقت ليونيل ميسي. فالمره اللي ميسي قدر يوصل فيها للكوره فعلا قدر يطلع خوردي ألبا حتى في وجود فالفيردي، قدر انه يعمل الحاجه اللي محدش يقدر يوقفها لانه ببساطه ليونيل ميسي. الحاجه الثانيه كانت لما ريال مدريد بيخسر الكوره، لان ريال مدريد لما بيخسر الكوره لازم نتكلم على ان اللي حصل في السنين اللي فاتت ان المعدل الاعمار تقدم، وبالتالي السرعه بتاعه اللعيبه اصبحت اقل بكتير. فلما ريال مدريد كان بيفقد الكوره وهو في الحاله الهجوميه وكانت بتوصل عند مثلا انطوان جريزمان، كان بيلاقي دفاع عالي من فريق ريال مدريد وبالتالي المساحات واسعه جدا. مارسيلو طبعا ما عندوش القدره الدفاعيه الكافيه كمان انه يزيد، توني كروس حتى القوه والسرعه بتاعته قلت بشكل كبير، فاصبح من السهل على جريزمان انه يلاقي مساحه وانه يعمل باص بالمنظر ده بمنتهى السهوله يودي ارتور على الجول ويصدها كورتوا. ده الحاجه اللي عملها برشلونه في الشوط الاول او الاسلوب اللي وصل بيه برشلونه لمرمى ريال مدريد في الشوط الاولاني. امال ايه بقى اللي حصل يا جماعه عشان نتفرج على التيكي تاكا بتاعت ريال مدريد دي في الشوط الثاني ونشوف الوان سايد جيم اللي احنا ما شفناهوش من الكلاسيكو اللي فات ده؟ اللي حصل ان ريال مدريد حط ضغط عالي على برشلونه عادي، ياما انت واحسن منك عملوها في برشلونه وكانت النتيجه انهم دفعوا الثمن غالي. ليه؟ لان تير شتيجن حارس بيعرف يطلع بالكوره كويس قوي وبيعرف يوصل الكوره لاي لعيب هيسرق وهيسبق لعيب من ريال مدريد في المساحات الفاضيه. لكن اللي حصل ان مفيش ولا لاعب من برشلونه قدر يسبق ريال مدريد وقت الضغط العالي، بمعنى ريال مدريد كان حاطط رقابه على كل لاعب من مدافعي برشلونه ولاعيبه الوسط زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. فكان تير شتيجن على سبيل المثال بيختار فرانكي ديونج اللي بيتسرسب علشان ياخد الكره في المنطقه دي وتتلعب له الكره العاليه، وخلينا نتفق ان لو الكره وصلت للراجل ده في المنطقه دي بالتاكيد هو يقدر يعمل هجمه يحولها الى هدف او الى فرصه يصدها مره ثانيه كورتوا. لكن المره دي احنا بنتكلم على اثنين كانوا جامدين جدا في موضوع الضغط العالي. الاول هو فالفيردي، زي ما شرحنا فالفيردي كان واقف في منطقه مخلياه واخد خوردي ألبا ومستفيد ان مفيش جناح تاني عند برشلونه، فواخد خوردي ألبا وفي نفس الوقت مأمن جريزمان، فهو بيتحرك بين الاثنين دول، فمدي حريه للراجل اللي عمل شوط تاني استثنائي في ارض الملعب وهو داني كارباخال. كارباخال هو اللي كان مسؤول عن انه يسبق فرانكي ديونج ويوصل للكوره قبله فيقفل عليه المساحه، او يسبق ليونيل ميسي وياخد منه الكوره، او يسبق حتى الناحيه الثانيه يدي الامان لراموس انه يطلع ويدخل هو في العمق عشان يخلي فاران يتحرك بالمنظر ده، فراموس يسبق ارتورو فيدال لو فيدال عنده نفس اصلا يتسابق مع سيرخيو راموس. فبقينا بنتكلم في ان ريال مدريد حاطط ضغط عالي لكن بامان كبير جدا. برشلونه للمره المية عابوا ان لا كان عنده محطه لعب يقدر يسند فيها بكرات الطوليه راس حربه يقدر يقف على الكوره، ولا كان عنده جناحين يقدروا يقفوا على الكوره فيشدوا ريال مدريد لورا. ففضل ريال مدريد يتقدم ويتوغل وينتشر، ويتقدم ويتوغل وينتشر، لحد ما بقى برشلونه مش قادر يطلع بالهجمه ومضطر يرجع للحالة الدفاعية. ولما برشلونة اضطر يرجع للحالة الدفاعية سلم نفسه لريال مدريد عشان يعملوا الحاجات الهجومية اللي احنا اتكلمنا عنها. ولما ابتدى اللعب يدور وعايزكم تتفرجوا مرة تانية على الجول الاول بتاع فينيسيوس، هتتفرج على توني كروس وهو واقف في المنطقة دي ماسك الكرة تحت رجله وبيشاور لفينيسيوس ان اتحرك خليك في مكانك ما تقلقش. كريم بنزيما بياخد نيلسون سميدو بره ارض الملعب، بيطلعه بره ارض الملعب عشان يفضي المساحه لفينيسيوس، وداني كارباخال اللي مره ثانيه مستفيد من وجود واحد زي ده زي فالفيردي، فداني كارباخال كان داخل لمنطقه الجزاء علشان خاطر يستلم الكوره لو ما راحتش لفينيسيوس، فخيارات التمرير بقت كتير جدا. ولما وصلت الكوره عند فينيسيوس ودخل بيها واتزق دفاع برشلونه كله لورا، داني كارباخال كان موجود هنا. اللي جايب داني كارباخال هنا كان فالفيردي، واللي مديله الحريه دي كان فالفيردي، لكن لان هو كمان عنده القوه وعنده الانتنسيتي فعمل قوه كبيره لريال مدريد داخل منطقه الجزاء، فكانت النتيجه ان فينيسيوس جونيور قدر انه يستغل ان التركيز كبير معاه
لعب الكرة بالمنظر اللي دخل فيه شباك تير شتيجن واللي ادى ريال مدريد الضوء الاخضر انه يستعرض في ارض الملعب مع هبوط كبير في الحاله النفسيه لعيبه برشلونه، في الحاله البدنيه لعواجيز برشلونه الاساسيين، وفي نفس الوقت بقيت بتتكلم في ان برشلونه حاسس انه مش قادر يتنافس في ارض الملعب. طيب ايه اللي المفروض برشلونه يعمله بعد الخساره دي؟ وهل المفترض المشروع بتاع كيكي سيتيان يتوقف عند هذه المرحله ولا لا؟ في الحقيقه لا، لان كيكي سيتيان لما جه هو جاي يطبق الطريقه بتاعت برشلونه، جاي يلعب بمبادئ برشلونه. وخلينا نتفق ان في حاجات كتير اتحسنت مع الفرقه مع كيكي سيتيان، زي دور سيرخيو بوسكيتس الهجومي، زي حاجات كتير جدا ليه ظاهرين الجنب ابتدوا يعملوها بالطريقه بتاعت برشلونه. لكن خلينا نتفق ان لا ده احسن فريق لبرشلونه ولا ده احسن فريق لريال مدريد. ريال مدريد لازال محتاج لعيبه احسن من فينيسيوس، لان في النهايه فينيسيوس بيجري بالكره كتير انما الفعاليه بتاعته على المرمى قليله. اسكو ولوكا مودريتش اصبحوا اقل قوه بدنيه، ابطا بكتير، توني كروس اصبح اقل قوه بدنيه، فابتدى الفريق بقى محتاج لاستبدال للماكينات اللي ابتدت تتعطل او ابتدت تكبر، ونفس الوضع بينطبق على برشلونه. الفرقتين محتاجين كلمه ريفامب، محتاجين اعاده اعمار من البدايه، محتاجين صفقات، ومحتاجين صفقات تلعب بالطريقه بتاعت برشلونه وتلعب بالطريقه بتاعت زين الدين زيدان عشان الموسم اللي جاي يستعيد الفرقتين قدرتهم وقوتهم اللي كانت مخليه الكلاسيكو فعلا كلاسيكو الارض في السنوات الاخيره.